مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. جمعه مباركه لجميع المغاربه اللي كيشاهدونا عبر قناه الشعب، قناه شوف تيفي. حنا مع واحد المتزوجه اللي جرى عليها الزوج ديالها ولا حل الزنقه هي والوليدات ديالها، كانت خدامه وكتعطيه وكانت صابره مع الزمان، وخا كان كيعنفها هو مبلي بالشراب والحشيش على حساب الاقوال ديالها، وكيف ما كتقول هي جرى عليها دابا المده ديال شهر عايشه في الزنقه، غير لقات الخير في واحد السيده اللي كتعطيها الماكله هي الوليدات ديالها، ولكن حتى لقينا وقت غتعاون هاد السيده اليوم غدا بعد غدا واحد النهار غتعيا، ولا حتى هي تكون عندها شي ظروف اكثر من هاد السيده هادي وغتسمح فيها. اكيد هي باغا الحق ديالها، اكيد كيف ما قالت يعني تعذبات مع هاد الراجل، عانات قاسات، وفي الاخر كيجازيها بهاد الشكل هذا وكيلوحها في هاد الظروف هادي ديال الشتاء والبرد للزنقه. هي خدامه غير في الميناج، دابا كيف غدير تخدم في الميناج وهي عندها اربعه الوليدات؟ واش كاين شي حد غيخدمها في هاد الظروف هادي هي الوليدات ديالها؟ اكيد ما كاينش، وصعيب. الاهل ديالها يعني الاخوه ديالها تحد ما قال كل واحد الظروف ديالو، حتى واحد ما يقدر يتقبلها هي الوليدات ديالها. وحتى الوالدين ديالها توفاو مؤخرا، توفى الاب ديالها المده ديال شهرين، والزوجه ديال الاب ديالها اكيد ما غتقبلهاش هي الوليدات ديالها. غناخذوا تصريح اللسان ديالها باش تشرح لينا المعاناه اللي كتعيش هي ود الزوج ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شنو تقدري تعاودي لنا المشكل اللي عندك وعلاش جرى عليك هذا الراجل؟ المشكل اخوان كيتحشش هذا الراجل ويبلي بزاف وما المستطاعين كنعاونوا باش يحيد لك الشيء. يعني انت كتعاوني البليه باش يحيد البليه ورجع طريق الله، ولكن عييت يعني الجا ديالي تقاضاني وكيضربني والقهره وبزاف الحوايج، والولاد هما مكرفسين ما كيقراوش منقطع من الدراسه. مقاديت هويا ملي كيكون مقطوع وكيضربنا انا الولاد، يجمعنا كلنا كيضربنا. يعني ملي كيكون مقطوع كيبدا يضربكم انت والوليدات ديالك؟ هنايا وكيعنفنا وكيخرجنا وكيدخل صحابو للدار ومبلي وهو صحابو والدريات كيدخلهم. نقول له داكشي راه حرام، ان انت الدراري عندك راه واحد الوقت الدراري غيكبر حتى بغا يتبلى وداكشي كيضربني. يعني كتقولي لي زعما باللي الولد ديالك الا كان كيشوفك في هذه الحاله هذه ديال انك كتسكر ولا كتكمي قدامه يعني غيولي حتى هو بحالك؟ شنو كيقول لك؟ كنصحو وكنمشي عند كيجري عليا سيري قال لي بلاتك، كنمشي عند دارهم حتى هما كنقولها ليهم. الوالده ديالو كتجي كتدير لي عقلو وكتمشي كان كينرجع هو وكاك، وخوتي كيضربنا بزاف يعني العسى ما كيقهرنا صافي، يقول لي غنعيشك في الجحيم. ودابا خاص دابا راه الشهر هذا مسؤول على الدراري ما حتى حاجه، يعني شهر دابا مسؤول على الوليدات ولا والو؟ هما ما سقط عليهم حتى حاجه، ما قالو حتى حاجه، حتى واحد ما بغى يدخلني ماحل ولا خوتي لا حتى واحد ما بغى يدخلني. واخا خوتك كدوي معاهم زعما كتقولي لهم عندي وليدات راني في الزنقه، شنو كيقولوا لك؟ ما كيقول لك تما راه خدامين تما عندهم ولادهم مسؤوليات، حتى واحد ما بغي. لقيت الخير في هاد المره، كثر خير الله جزاه بخير، الله كثر خير. لكن حتى لين غتعاونك هاد السيد؟ كل واحد والظروف ديالو. كل واحد والظروف ديالو، حتى هي مسكينه الله يكون في العوان، حتى هي الله يوقف معاها مسكينه. واخا قلتي لنا الاب ديالك توفى مده ديال شهرين دابا. دابا الوالد راه توفى مسكين، ما كاينش حتى هو، كون كان الوالد راه يدخلني ولكن يعني الزوجه ديالو ما اكيد ما غاديش. ما مرت الاب ما قالت لي تمشي تحطي الولاد لباهم وجي، قالت لي عندي كتدي الوليدات ديال الاب ديالهم، ولكن ما نقدرش نسمح في ولادي انايا حتى وحده، ما تسمح في ولادها تلوحهم وتمشي. الاب ديالهم كون كان مدود راه نخليهم لي، ولكن باهم ماشي. انت قبل ما قلتي لنا راه كيسكر قدام الوليدات ديالو بلي كيدخل بزاف الحوايج يعني ما والحبس كيخرج ويدخل الحبس ما بزاف الحوايج. يعني انت اللي خدامه على الدار؟ انا اللي خدامه، هز المسؤوليه تاع الوليدات وهز الحمل بزاف حتى لاقصى درجه. هو والو ما خدام ما شي حاجه؟ انا خدام والو حتى حاجه، لا يجيب لي ياكل وينعس صافي، ما كاين حتى حاجه، ما هز المسؤوليه من حتى جهه. دابا انت خدامه على المصروف ديال الدار وفي نفس الوقت خدامه على البليه ديالو؟ المسؤوليه والبليه يعني انت اللي كتعطي الفلوس ديال البليه ديالو؟ انا كنجيب ليه. وعندك ربعه الوليدات؟ عندي ربعه الوليدات. ماشي واحد ولا جوج، واحد ولا جوج راه كما كان الحال الانسان يسلك معاهم. يسلك معاهم هذاك الشيء اللي كاين، ربعه ما
مجدين اللي انت حاجه، ولكن ربي سبحانه وتعالى هاد الناس وقفنا. واخا دابا انت دابا الا بغيتي تمشي تخدمي كي غديري الوليدات تخليهم عند الناس، شكون غيقابلهم لك وكيفاش غيقابلهم لك هاد الناس؟ هذا هو المشكل الكبير. ماشي الانسان مزيان الولد الوليد ولا جوج على قد الجهد على قد المستطاع. يعني الانسان ملي كيولي والد ربعه الاولاد ولا خمسه الاولاد ولا سته الاولاد، ملي كيكون الله يحفظ الطلاق ولا شي حاجه، الوليدات اللي كيضيعوا. اه صحيح الوليدات اللي كيتكرسوا كما كنشوفوا دابا. واخا عطيني الاعمار ديال الابناء ديالك، شحال تقريبا عندهم في الاعمار ديالهم؟ الدري عنده 11 عام. والدري طلع في 8 سنين. وحده عندها 5 سنين. والوليد عنده عامين. يعني كلشي باقي صغير. كلشي باقي صغير. حتى واحد فيهم باقي ما كبر، ولكن كلشي على العاتق ديالك دابا. هو ما كيعيط ما كيسول ما والو. لا ما كيسول ما كيس ما له حتى حاجه. واخا من الوقت اللي جرى عليك ما تواصلتيش معاه في التليفون على اساس يشوف وليدات ولا يدير بحساب وليدات؟ لا لا ما هو اصلا ما عنده كاع التليفون ما داير. يعني حتى التليفون ما دايروش؟ حتى التليفون ما كيديروش والو سيدي. يعني زايد ناقص؟ زايد ناقص والو. عيشه ديال المنطقه الصافيه ديال راس. وانت علاش بقيتي صابره مع هذا الوقت كامل؟ تسنيتي تيجرى عليك هو؟ لو قلت غادي شي نهار يتبدل. انتي اصلك ماشي من نواحي ديال المحمديه ولا كازا، اصل ديالك منين؟ لا انا هنايا، انا بنت هذاك سميتو، ساكنه في دوار. لا الاصل ديالك، الاصل ديالك شلحه. شلحه هذاك الشيء اللي كنسولك حيت اللهجه ديالك ماشي ديال الشلوح. هو عبدي وما تلاقيناش، يعني هاد الناس بدا يقول لي عطيني موافقه باش نتزوج. ولا هو ما خدام ما رداه وباغي يتزوج. الله اكبر. بزاف المعاناه كان قاسي، كان صبر، كان لو ما فتحتيش كان ضحي على هاد الولاد وصافي. انت كنتي صابره على الوليدات؟ على الوليدات. وحتى المسافه كما كتقولي دابا انت من الشلوح، يعني واحد المسافه طويله باش تمشي للبلاد ديالك ولا تشوفي العائله ديالك ولا يحنوا في العائله ديالك، كلشي بعيد. شفت داكشي اللي دابا انت متشرده في هاد البلاصه هادي، غير الناس اللي شادين لك وليداتك، ولكن كما قلنا حتانين. مسكينه تاهي الله يكون في عونها. واخا شنو الحوايج اللي في حاجه ماسه اليوم دابا انت؟ هو كنطلب الله وهاد الناس اللي كيشاهدونا يشوف الله يقراو لنا وجه الله في هاد الولاد وفينا الله يكثر خيرهم في هاد النهار الكبير اللي سدى ربي. ربي سبحانه وتعالى اللي قاد كل شيء. يعني الخوت ما خوت ما قال لك صافي سيري، ما كاين ما تلقاش جاريه علينا. ايوا قينا يعني كلشي سامح فيك. الله يجازيها بخير، كلشي سامح فينا. وتا الراجل اللي هزها تا هو سمح. الراجل تا هو اللي كنا هزين واش سامح فينا، واش غنديرو هادشي اللي كتب الله. وكما قلنا دابا انت مربوطه من كاع جميع النواحي. ما حيتك تفكري تقلبي على خدمه، ما حيتك تقلبي على العائله ديالك تشوفوا واش بغيوك ولا لا. يعني مكرفس. مكرفسين من واحد الناحيه ما بزاف ماشي شويه. وشكون هذا غيخدمك بوليداتك؟ هذا هو المشكل الكبير. ما جات قاعده ما كدبش وقت جابت لا اله الا الله صافي. حتى الولاد ما عرفتش نحطهم في ما عرفتش ما كاين وحق الله العظيم. واخا كان هذا الراجل كيشوفك شنو تقدري تقولي لي؟ واش تبغى ترجعي عنده للدار وتزيدي تصبري على المشاكل ولا باغا تطلقي؟ لا لا باغا نطلق انا، حيت يعني قاسيت ماشي هي مره ما هي جوج ما هي. ملي كان الوالد حي الله يرحمه حنا كان في المشاكل معاه، كان جا عند رغمه كان جا. يعني كان عنده مشاكل مع الاب ديالك؟ اه كان مشاكل. علاش كان عنده مشاكل؟ الوالد الله يرحمه كان كاملي كنجي كيلقاني كنقاسي معاه كنخدم انا، هو كيبقى باه يعني كيقاسم عليه. يعني كيشوف هو جالس وانت اللي خدامه عليه؟ انا خدامه. ملي كيمشي للوالد ديالي كاين كيضربني كيقول لي علاش كتشكي على با. واخا يدير الله خير. مشاهدينا الكرام كما شاهدتوا معنا المعاناه ديال الام، اكيد حنا كنحتارموا المشاعر ديال هاد الوليدات هادو، مازال صغير مازال صغار، اكيد ما نقدروش نبينوهم، ما نقدروش نحطوا الصوره ديالهم، مازال صغار ما عارفين والو في الدنيا، كيشوفوا المشكل ديال الاب والام ديالهم امام الاعيون ديالهم، ولكن ما قادر انهم يديروا والو. كيف ما قالت لنا الام، يعني الاب ديالهم كيسكر كيتحشش قدام الوليدات هادو وهما كيشوفوا، وهي دائما كتخاصم عليه، ما بغاش الوليدات انهم يكبروا في هذا المحيط هذا وفي هذيك العيشه اللي كتشوفها هي ماشي في الصالح ديال الوليدات ديالها. كيف ما قالت هي خدامه في الميناج، دابا الراجل جرى عليها وهي اللي كانت كتصرف عليه، كيفاش غتقدر تخدم وتخلي هاد الوليدات؟ شحال قدد الناس انهم غيقابلوا لها الوليدات، يعني جالسه بزز منها، ولكن ما عندها ما دير حيت دابا هي متشرده
غتصبر لكاع الظروف، ولكن هذا الراجل الا كان كيشاهد في الزوجه ديالو يتقي الله وشوف الزوجه ديالو ويدير حتى هو نفس وخدم على الوليدات ديالو. وهذه رساله لكاع النساء انهم ما يبقاوش غير يولدوا جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، راه النتيجه الا كان طلاق الوليدات اللي كيضيعوا كما كنشوفوا دابا اربعه الوليدات ضايعين مع هاد الام. وشكون اللي واكل الدق؟ راه هي هاد الام. وكذلك حنا كنوجهوا النداء الرجال والنساء بحال بحال، انسان يولد واحد ولا جوج اللي يقدر عليه، حتى الا كان الله يحفظ الطلاق انسان كيكون قادر على دوك الوليدات. ونتمنوا من المحسنين انهم يتساعدوا مع هاد السيده، حنا حطينا الرقم ديال السيده اللي يعني واقفه معاهم مره مره، ان اللي بغى يتواصل غيتواصل معها عبر الهاتف ديالها وهي اللي غتقدم لي من مساعده، حتى السيده كما قالت ما حتى التليفون ما عندهاش، الزوج ديالها ما عندوش تليفون، يعني عايشين واحد الحياه اللي صراحه صعيبه وصعيبه بزاف. وكذلك مثال الناس اللي قدروا انهم يعاونوها في هاد الظروف هذه الصعيبه في العمل يتساعدوا معها ويتواصلوا مع السيده اللي حطينا الرقم ديالها كيف ما قلنا في اسفل الشاشه، باش اكيد على الاقل انها تعتقد الوليدات. راه هما دابا مقاطعين للدراسه، ما كاينش المعين ديال الاسره ديالهم اللي هو الاب، راه هي المعين، هي خدامه بالدور ديال الاب وديال الام وكتصرف على الراجل ديالها. وهذه رساله اخرى لجميع النساء، نقسم الوليدات وديروا بحساب الوقت والمشاكل كيف ما كتشاهدوا معنا اليوم. والى هنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب، نودعكم والسلام عليكم.